بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عزيزي عضو تدريس، تهديكم عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات أطيب التحايا. أتمنى لكم فصلا دراسيا حافلا بالجد والإجتهاد. سنتعرف في هذا الفيديو بإذن الله تعالى على كيفية تغيير لغة القالب لمقرر دراسي على رافد، وكذلك على كيفية استيراد مقرر تم ترشفته مسبقا في الفصول الدراسية الماضية. فيما يخص تغيير لغة القالب، سنذهب مباشرة إلى Customization أو تخصيص، ثم إلى الخصائص Properties in English، ثم نذهب إلى حزمة اللغة English. إذا كانت اللغة عربية ممكن نختار إنجليزية، وإذا كانت اللغة الإنجليزية ممكن نختار اللغة العربية، ثم نختار فرض الحزمة، ثم نذهب إلى إرسال. وهذا الأمر يساعد الكليات الذين يقومون بالتدريس باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية، أو أعضاء التدريس الذين يدرسون باللغة الإنجليزية أو العربية، ثم التحديث. ثم سنجد هذه القائمة على اليسار باللغة الإنجليزية. حاولنا في عمل التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات إضافة بعض الترجمة لبعض القوائم تسهيلا لعضو التدريس وللطلاب كذلك. هذا فيما يخص عملية تغيير اللغة في القالب بشكل سريع استعرضناها، ولكن سنذهب الآن إلى عملية استيراد مقرر تم ترشفته مسبقا. سنذهب إلى قائمة Course Management، ثم نذهب إلى Packages and Utilities تسمى الأدوات باللغة العربية والخدمات المساعدة، ثم نذهب إلى Import Package View Logs اللي هو استيراد حزمة، ثم سنختار هذه الحزمة. يفترض أن عضو التدريس قام بوضع نسخة من الحزمة أو من المقرر الماضي الذي تم تدريسه في الفصول الماضية على جهازه، أو احتفظ بها في أي مكان على الكلاود، أو في أي مكان احتفظ بها عضو التدريس مسبقا. سوف يقوم باستيراد هذه الحزمة من المكان الذي تم حفظ هذه القائمة أو هذا المقرر فيه. سيستعرض أين قام بحفظ هذا المقرر المرشف. لدينا الآن أنا قمت بحفظ مقرر سبق أن قمت بتدريسه في العام الماضي على جهاز الكمبيوتر لدي، والآن سوف أقوم بعملية استيراد لهذا المقرر. نقوم بالنقر على الملف المضغوط للمقرر، ثم اختيار، ثم نقوم بتحديد ما هو المحتوى الذي نود استعادته لهذا المقرر الجديد. إذا بإمكاننا تحديد الكل، محتوى المقرر، البلوجز، الكالندر، الكونتاكت، جميع المعلومات، أو بإمكاننا الاختيار فقط من هذه القائمة. أفضل في البداية صراحة أن نقوم بتحديد الكل، ثم بعملية التحديد والإلغاء والحذف من داخل المقرر بعد أن يتم استيراده بالكامل. هذا أحد الخيارات، أو إذا كنت تعرف ماذا تريد بالتحديد، بإمكانك فقط تحديد ماذا أود أن أضيف على هذا المقرر، ثم تقوم بالضغط على Submit. العملية تستغرق بعض الوقت، وذلك لعملية التحميل على النظام مثل ما نرى الآن. بعد الانتهاء من عملية الاستيراد، يأتينا رسالة بنجاح هذه العملية success، وسيتم إرسال رسالة إلى إيميلك الشخصي تبين عملية الانتهاء أو وقت الانتهاء من هذه العملية. بإمكانك الضغط هنا، ستجد هذه الحزمة التي تم استعادتها أو تم استيرادها، وتمت الآن عملية النقل لهذا المقرر. نذهب الآن إلى القائمة، سنجد أن القائمة تضاعفت بقائمة المقرر السابق. إذا لدينا القائمة الآن مضاعفة، لدينا هوم بيج، ولدينا انفورميشن للمقرر، ولو ننزل الأسفل هنا راح نجد انه المين بيج وستارت هير والكورس انفورميشن. إذا تمت مضاعفة هذه القائمة، كل ما علينا عمله هو فقط حذف القائمة في هذا القالب الحالي الآن بالضغط على هذا الزر، ثم عملية ديليت. هل تود الحذف؟ نعم، سيحذف هذه المحتوى الداخلي. نعم، ديليت. إذا تم الحذف، بإمكانك كذلك حذف هذا الخط
وبإمكاننا إحضار ما تم ترشبته مسبقا، وعفوا تم استيراده مسبقا، تم ارشفته مسبقا والان يتم استيراده عفوا، ونضعه في الاعلى كمين بيج بدلا عن الهوم بيج. نقوم بحذف هذه الصفحه كذلك، نعم ديليت. اذا هي مجرد عمليه تنظيف للمحتوى ووضع القوائم التي نريد وحذف القوائم التي لا نريد لهذا المقرر، وسنجد المحتوى للمقرر الذي تم تطويره مسبقا موجود بالكامل، وبإمكان الدخول عليه وتصفح المحتوى والتحكم في عملية إظهار الوحدات الدراسية وإخفائها للطلبة بشكل تتابعي. وبهذا الشكل تمت عملية استيراد نسخة سابقة بنجاح. شكرا لحسن استماعكم، ونعتذر عن الإطالة.